راح تسوي لي activation or stimulation. تمام، خلي نقرأ المكتوب هنا. هسا الفانكشن حد وين وصلنا؟ وصلنا الأنواع الأوبسونين، الأوبسونيز اللي هو أنتيبادي والكومبلمنت كومبوننت، وإن هو شنو يساوي الوظيفة مالته. يقدر يسوي أتاش البكتيريا والفاجوسايتك، الفاجوسايتك سيل. زين، هسه شو راح يصير؟ اكتيفيشن للانفلاماتوري ريسبونس، اكتيفيشن للانفلاماتوري ريسبونس. يعني مني انه الاستجابه للباثوجين هو انفلاميشن، هاي معناها راح ترتبط الاوبسين كومبوننت كومبوننت هاي. اوكي، راح اسولفها بصوره سريعه. ترتبط ويا من؟ ترتبط ويا الريسبتور اي، فراح تخرج الميون سيل من البلاد فيزول. هاي سويت لايسيس وصارت عملت الفاجوسايتوسيس. اوكي، يعني لما هاي الكومبوننت اخذت جزء منه وفوتت للفاجوسايتك سيل، وين ارتبطت اول شيء؟ بالريسبتور هاي. فراح تخرج الميون سيل من البلاد فيزول او بلاد سيركوليشن، تروح للسايت اوف انفلاميشن يعني للتشو. راح تصير عمليه الديجرانوليشن. اوكي، مو بالبدايه، هاي عمليه الاكسترافازيشن لما انطلعت من وصلت هناك للتيشو صارت عمليه الديجرانوليشن. زين، وهي عندي الجرانيت سيل مثل عندي البازوفيل ماتيل تحتوي على الهستامين، لما يصير انفلاميشن راح يصير لها ديجرانوليشن، راح يخرج الهستامين المال للسايت اوف انفلاميشن. زين، شنو يصير بالسايت اوف انفلاميشن؟ راح يصير بالريدنس، راح يصير بين، راح يصير سويلينج، راح يزيد الحراره بي، يصير بي هيتينج، راح يفقد الفانكشن مالته، وها كلها نعرفه. بعدها الميوني كليرانس، راح يرتبط الانتيبادي ويا الانتيجين. هسه هنا عندي تحفز الانتيبادي واجى للمكان، راح يرتبط ويا الانتيجين، راح يصير عمليه الفاجوسايتوسيس وإزالة الميوني كومبلكس من البلاست سيركوليشن. وين تروح؟ تروح للسبلين وللليفر، وهاي عرفناها مسبقا. تمام، فهسه هذا الكومبلكس هو اللي راح يحفز العملية الباقية، وانه راح يصير عندي الزايموجين تتحول الى الكاسكيد من الان اكتف فورم الى الاكتف فورم. زين، هسه هاي الفيسز اور الفيسز اور باثويز. الباثوي الاول الكلاسيكال باثوي، الباثوي الثاني الترناتيف باثوي، الثالث الاكتين باثوي. احنا عرفنا انه الكومبلمنت كومبوننت او كومبلمنت سيستم هو بلاي رول ان بوث انيت اند ادابتيف، يشتغل على اثنين الانيت اند ادابتيف. على اساس؟ على اساس وجود الانتيجين، سوري الانتيبادي. يشتغل بالانيت وبالادابتيف على اساس وجود الانتيبادي. موجود الانتيبادي يعتبر ادابتيف، ما موجود انتيبادي يعتبر انيت. زين، نبدي كلاسيكال باثوي. begins with the formation of antigen antibody complex. هنا مو هاي الخطوه اللي هي لما ارتبط الانتيبادي ويا الانتيجين هو اللي راح يحفز لي، وهو اللي راح يسوي لي اكتيفيشن، يعني انه من يتحول الزايموجين الى كاسكيد. بما انه موجود هنا، موجود هنا انتيبادي، اذا معناها يعتبر من ضمن الادابتيف. هاي الخطوه اور هذا الباثوي يعتبر ادابتيف. فالعمليه هذا جدا مهم، اهم شيء تعرف لي انه العمليه تبدا بانتيجين انتيبادي كومبلكس. اوكي، بيجن العمليه تبدي بتكوين الانتيجين انتيبادي كومبلكس، وين موجود انتيبادي عرفنا انه هو ادابتيف. زين، الالترناتيف باث واي از انيشيتد باي سيل سيرفيس كونتينوينتس ذات ار فورين تو ذا هوست، اللي هو يعتبر انتيبادي اندبندنت. تمام، فهسه انيشيت باي سيل سيرفيس كونتينوينت that are foreign to the host. اكو انتيبادي هنايا؟ لا، ماكو انتيبادي، اذا يعتبر انيت، هو ذاكرها انه
antibody independent لا يعتمد على ال antibody هذا يعتبر بعد عندي الليكتين pathway it is activated by the bending of monos يتحفز بواسطة ال bending ارتباط بالمونوز bending lectin MBL to monos هذا هذا ال A monos B bending L lectin residue on glycoprotein or carbohydrates on the surface of the microorganism وهذا أيضا يعتبر antibody independent لا يعتمد على ال antibodies إذا يعتبر innate من ضمن ال innate راح نكمل شنو الكلاسيكال باثوي ونكمل الالترناتيف باثوي هو توقف لحد هنا فراح اكمل هاي وهاي زين شنو عندي هسه هاي الكلاسيكال باثوي بيجن وذ انتيجين انتيبودي بيندينج انتيجين انتيبودي بيندينج اوكي هاي اهم شيء تعرف ليه انه يتحفز او يبدا الكلاسيكال حتى يتحول من الانكتيف الى الاكتيف فورم من الزايموجين الى الكاسكيد بالانتيجين انتيبودي بيندينج او انتيجين انتيبودي كومبلكس زين هسه هاي شنو هاي تعرف لي اياها لانه مو مفهومه هاي كليته راح نجي على هاي هاي شارحه بالتفصيل هنا هذا بالنسبه للكلاسيكال وهذاك بالنسبه للالترناتيف زين شنو نبدي شنو هو الشيء اللي يحفز لي الكلاسيكال باثوي عرفنا الانتيجين انتيبودي كومبلكس هسه منا نرجع لهاي الصوره منا هاي صار الكومبلكس من الفانكشن لايسيز وراها صارت الاوبسنايزيشن وراها صار الاكتيفيشن اوف انفلاماتوري ريسبونس هاي اخر خطوه من صار الانتيجين انتيبودي كومبلكس هنا هو اللي يحفز لي زين فهسه عندي فتي من الكومبلمنت كومبوننت شنو اسمه اسمه سي 1 مولكيول سي 1 مولكيول هاي السي 1 مولكيول بالحاله الطبيعيه على النورمال كونديشن بتكون ان اكتيف تكون ان اكتيف تمام هاي الحالة نورمال لأنه ماكو فشي بالجسم زين من شنو تتكون الـ C1 مولكيول تتكون عندي هسه هذا الستالك يتكون من الـ C1 Q وهذا اللي صاير مثل البوز اللي لونها أخضر هاي شنو هي C1 S و C1 R أوكي فتتكون ال C1 مولكيول من C1 Q S R تمام زين عرفناها ان تتكون من Q R S وهذا ليكونون كلهم مرتبطين مع بعض ما دام خلي بالك انه كلهم مرتبطين مع بعض ال Q وال S وال R معناها هاي تكون inactive اوكي زين هسه هاي للحد هاي نورمال وهذا شكله وهي تكون inactive لما دخلي باثوجين انتيجين بكتيريا شو نسميها سميها ايش راح يصير مو راح تتحفز الانتيبودي راح تصير هاي العمليه كليتها وراح تجيني الانتيبوديز ترتبط ويا الانتيجين اللي هي البكتيريا راح تكون لي انتيبودي انتيجين كومبلكس هنا شنو اكتيفيشن لانه هذا الكومبلكس هو اللي راح يحفز لي الكلاسيكال باثوي زين من راح يسوي لي اكتيفيشن للكلاسيكال باثوي شنو يصير عندي هاي ال C1 مولكيول مكانت تتكون من Q والS والR كلهم مرتبطين مع بعض تكون inactive زين بحالة الاكتيفيشن راح يصير راح واحد يعوف الثاني تتفسخ كل واحد يصير بجهة اوكي بالنسبة Q والS والR نتيجة يصير بها اكتيفيشن منو اول واحد منو اول واحد راح يتحفز ويصير بي اكتف يصير اكتف يصير بي اكتيفيشن من هذولة من الصورة يلا شوف هسه هذا
هذا الحاد اللي شنو لونه؟ لونه أبيض. هذا شنو هو؟ هذا بكتيريا اللي هو يعتبر IgE أنتيجين. زين شنو إجاني؟ إجاني الأنتيبادي، ومن اللي يكمل شغل الأنتيبادي؟ الكومبلمنت كومبوننت اللي هو هذا، الكومبلمنت كومبوننت اللي هو هذا اسمه C1 مولكيول. زين أول واحد يشتغل من هو الأنتيبادي؟ لو C1 مولكيول لا الأنتيبادي، لأنه إحنا عرفنا من البداية إنه الأنتيبادي هو يشتغل ويكمل شغله الكومبلمنت كومبوننت. زين راح يجي الأنتيبادي هو اللي يتأثر بالأنتيجين ويرتبط وياه، يا جزء منه الـ FC من الأنتيبادي، تمام؟ زين هسه الأنتيبادي تحفز وارتبط ويا الأنتيجين، هذا الارتباط فتح الطريق للكومبلمنت كومبوننت، يعني فتح الطريق المان للـ C1 مولكيول، إنه من هذا صار بي أكتيفيشن، فتح الطريق للـ C1 مولكيول حتى يصير بيها أكتيفيشن. فهسا عرفنا أول جزء من الأنتيبادي صار بي أكتيفيشن هو الـ FC، فتح الطريق للـ C1 مولكيول حتى يصير بيها أكتيفيشن. يا واحد يا واحد منهم يا جزء، هي مو تتكون من Q و R و S، هاي Q و R و S، هسا انت احفظه على هذا الترتيب على الحروف انه Q R S، تمام بالترتيب. اذا اول واحد راح يصير بي اكتيفيشن هو الكيو، اوكي. اول جزء يتحفز هو الاف سي، انت بدها عرفناها هو مسؤول عن تنشيط السيوان مولكيول، راح يرتبط وياه اي، شوف هسه هاي تحفز الاف سي منه، بعدين راح لهنا اجا اقترب من السيوان مولكيول، راح حتى شو يسوي له؟ يسوي له اكتيفيشن، اي يرتبط معه، ومن السيوان مولكيول راح يتحفز C1Q، راح يتحفز الكيو اول واحد، اوكي. هسه هذا مو عندي الهيد، ها راح يرتبط الهيد، راح يرتبط منه، وش يحفز لي هسه؟ هذا الهيد ما لك دخل بي، بس يعني انه هو اللي راح يرتبط هنا، اللي راح يتحفز هو فقط QRS، وعلى الترتيب اللي راح يتحفزون واحد ورا الثاني بالترتيب مالت هاي. هسه الـ FC من الأنتيبادي تحفز، راح خلاص راح هنا اقترب من الـ C1 مولكيول، من راح يحفز؟ راح يحفز الـ C1Q، اوكي؟ Q، بعدها من يجي ورا الـ Q؟ الـ R، بعدها الـ S، هسه الإلحاد تمام، Q، بعدها الـ R يتحفز، وبعدها الاس يصير بي اكتيفيشن. خلي بالك انه هذا وهذا هما يفتحون الطريق، يعني انه مو هذيك الاهميه اللي عندهم، تمام؟ مجرد انه يصير بهم اكتيفيشن حتى يتحرر عندي الاس، لانه كل شغل راح يصير على الاس. من يصير C1S releasing، تمام؟ يعني من يصير بي اكتيفيشن يكون الاس هسه اكتف، اوكي صار بي اكتيفيشن، يعني هسه هو خلاص اكتف، يصير يشتغل على C4 والC2. هذول منين اجوني؟ هسه اشوف منين اجوني. شنو عندي راح يسوي لها؟ هو مو يشتغل على C4 والC2 كومبلمنت كومبوننت، C4 والC2 شنو يسوي لها؟ يسوي لها هايدرولايسز. هسه هنا على هاي الصورة شوف لي اياها، عندي هذا كمل تحفز، كمل راح اقترب من هذا، حرر لي اخر واحد اللي هو الاس، الاس راح يصير يشتغل، تمام؟ صارت عندي C2 وC4، اوكي، اللي هي الكومبوننت كومبوننت، يعني هسه هذا الكومبوننت كومبوننت بعد خلص، انه شوفوا بها الصورة انه هو مو مولكيول واحدة، هو كان مولكيول واحدة، هنا لا صار بي ديسوشيشن ديجريديشن تحلل، انه انتفصخ واحد عن الثاني، الكيو عن الار عن الاس، تمام؟ فشنو ظهرت لي؟ ظهرت لي كومبلمنت كومبوننت اسمها C2 وC4، هو شنو كان؟ كان C1، شوف
C1. من صار له dissociation شنو صار عندي؟ C2 and C4. اوكي؟ فخلي لي اياها ببالك. هسه بعد ماكو C1 صار بيها dissociation، خلاص راحت انساها. منو صار عندي هسه الشغل كله على C2 وC4. زين، هذا الاس اللي هو اهم واحد. من صار dissociation مو صار عندي اس اكتف، الكيو والار ما اللي دخل بيها، اهتم بالاس. تمام، الاس راح يشتغل على C2 وC4، وعرفنا انه من اجت، لانه هذا هو بالبداية كان C1، صار بي dissociation تحول راح واجا مكانه C2 وC4. زين، الاس شنو راح يسوي للكومبوننت كومبوننت C4 and C2؟ هايدرولايزز. شوف هايدرولايزز راح يسوي لها انه C4 حيفتحها، ديمطيني C4A and C4B، وكذلك C2 C2A and C2B. شنو هاي العملية؟ هايدرولايزز. C4 حينطيني C4A and C4B، وال C2 C2B and C2A. زين، هنا راح اخذ منو المهم اللي عندي؟ راح اخذ C4B. هاي شوف، هسه هذا عندي مو C4A و C4B. C4A هذا ايش راح يسوي؟ انافلوتوكسين or mediator of inflammation. Mediator of inflammation، ركز على كلمة mediator. اوكي، mediator of inflammation هذا C4A شو يسوي لي؟ انافلوتوكسين or mediator of inflammation. تمام، خليتها ببالك، ركز لي على كلمة mediator of inflammation. زين، اجي على ال C4B. هسه عرفت ال C4A شنو يسوى. C4B هنا مو هو B راح يرتبط ويا الجزء المختلف من ال C2، هو B يرتبط ويا ال A. اوكي، يرتبط ويا ال A. يرتبط ويا شنو يكون لي؟ C4B. اوكي، ما اريد سي لانه هي يعني عندي سي، بس اخذ 2A. 2 معناها جبتها من C2A، خذت بس 2A. فهسه هذا الكومبلكس صار كون عندي C4B2A اللي هو الارتباط بين C4B و C2A. شنو اسمه هذا C4B2A؟ اسمه C3 convertase. يعني حيحول convertase انزيم، يحول. زين، هسه شوف هنا C3 convertase اللي هو C4B2A راح يشتغل على C3، هاي المولكيول اللي هي C3. لانه هسه بالبدايه ركز لي C2 C4 مساله روحك وين C3؟ هسه هي انا هاي C3، لانه C2 C4 حيرتبطون، يعني عرفنا شلون صار يرتبطون حتى يجون يشتغلون على C3. أنا عندي من البداية C1 2 3 4 حد التسعة. C1 هاي صار بيها dissociation، صارت عندي 2 و 4، هذول يرتبطون، وعرفت شلون ارتبطوا حتى يكونوا لي C3 convertase، حتى يجون يشتغلوا لي على C3. زين، هذا C3 convertase راح يشتغل على C3، راح يحاول أهم نفس الشيء، كل شيء عندي منه راح يتحول سي والرقم مالته بي زائد اي. تمام، راح احول C3B and plus C3A. زين، وهنا الشغل كله وين راح يكون؟ على البي، راح اخذ بس البي. الاي راح يطلع شنو يسوي للاي؟ شوف هسه هذا راح يسوي الانفلاماتور ويسوي الريسبونس. هذا شنو؟ ميدياتور انفلاميشن. هاي العمليه شنو اسميها الانفلاتوكسين or inflammation or mediator of inflammation. تمام، فكل واحد اي هو هذا الشغل مالته. ليش بالبدايه ذكرت انه لازم تركز عليها على الاي وعلى كلمه الميدياتور؟ لانه هاي
فكل ما يطلع لي A C ورقم و A منه حد النهاية يعني حد ما أوصل رقم 9، هذا معناه أنه هو راح يطلع ما يرتبط ويا أحد، راح يطلع يسوي لي الانفلاتوكسين اللي هي عملية الانفلاميشن or inflammatory response، راح يستجيب ويسوي لي inflammation. زين هسه راح اخذ ال C3B راح يرتبط ويا من؟ يرتبط مو عندي هو هذا الكونفرتيز اللي هو C4B2A، اوكي حيرتبط ويا شنو يصير عندي C4B2A؟ اكتبهم نفسهم. من راح اخذ منه؟ راح اخذ هم بس الرقم لانه C هو عندي اكتبه مرة واحدة، راح اخذ الرقم حتى يصير عندي 3B، ف C4B2A3B تمام. هذا ارتبط وياه حتى يكبر بالحجم، شنو يصير عندي؟ يصير عندي large molecule راح اسميه C5 convertase. ليش رحت للخمسة؟ لان الاربعة من البداية استخدمته. فهسه صار عندي بالضبط 1 2 3 4 5. الواحد C1 هو الأساس، C1 molecule صار بيها dissociation. طبعاً تلاحظون إنه أكرر أكثر من مرة لأنه هاي جداً مهمة وتنسي، أوكي فبالخطوات. فهذا C1 molecule صار بيها dissociation، قطتني C2 and C4. C2 والC4 C4 إجاني منه B، والثري 2 إجاني منه A. أربط يعني إنه الـ2 ويا الـ4 الزوجي ويا زوجي. أوكي الـ4 إجاني منه B والـ2 إجاني منه A، سوالي الفردي وهو الثلاثة C3 convertase. على منو راح يشتغل؟ راح يشتغل على C3 molecule، هم راح يسوي له يفصلهم dissociation إلى الـ B والـ A. الـ A نعرفه من استفاد منه إنه يطلع يسوي mediator of inflammation، يعتبر mediator of inflammation، يسوي inflammatory response وياخذ البي هذا ارتبط وياها. الثلاثة منو فردي وراها؟ وراها الخمسة، لأنه الاثنين ويا الأربعة، إذا الثلاثة راح تروح مباشرة على الخمسة. هاي موجة ال C3B ارتبط ويا هذول، هذا صار ال large molecule اللي هو C4B2A3B، هذا شنو أسميه؟ C5 convertase. زين برأيكم هذا C5 convertase على منو راح يشتغل؟ راح يروح يشتغل على نفسه، على C5 molecule، اي راح يشتغل عليها، راح يحولها يسوي dissociation، يحولها الى C5B and C5A. نفس الشيء ال A شو راح يروح يسوي لي؟ راح يعتبر mediator of inflammation، يسوي لي inflammatory response اللي هي الانفلاتوكسين. وال B شنو راح يسوي؟ يروح يرتبط ويا هذا، فراح تبقى تكبر الجزيئة. فهسه شوف هنا C4B2A بعدين تطلعهم الـ3B، منها راح اخذ الـ5B شو راح اسميه؟ راح اسميه C6 convertase، وهم نفس الشيء راح تروح تشتغل على C6، وهم ترتبط ويا C6B وسميناها C7 convertase، وهكذا تستمر بنفس الخطوات حتى توصل إلى C9 تمام. من توصل إلى C9 آخر واحد اللي هو C4B2A، نفس هذا 3B، هسا هذا مو سميته 5 convertase، راح يروح ياخذ منه 6، راح يروح ياخذ منها 6B، ويروح يشتغل على 7، وهم راح يبدي يرجع، ومن 7 ومن 8 اخر واحد اللي هو C9 convertase اللي يروح يشتغل هسه على شنو؟ هذا C9 convertase يشتغل على C9 هم يحوله إلى C9B زائد C9A. هذا C9A يطلع شو يسوي لي؟ inflammatory response، يجيني C9B هو هذا اللي أستفاد منه تمام. راح يشتغل لي على الأنتيجين، راح يسوي بيها holes ثقوب،
على مود من هاي الثقوب تدخل اللايتيك انزيم، الانزيمز المحللة تسوي لي لايسز. تمام، اعتقد صارت واضحة ومفهومة اللي هو الكلاسيكالي باثواي. وهاي هنا شلون صارت. نيجي هسه على الالترناتيف باثواي. عرفنا ان الالترناتيف باثواي هو انتيبادي اندبندنت، يعني ما يحتاج الى انتيبادي. The activation of alternative pathway doesn't need antibody that it is a component of innate system. اي بمعنى ما بي antibody راح يعتبر من innate component of the innate immune system. It is initiated by cell surface constituents that are foreign to the host. For example, bacteria cell wall. تمام، هسه احنا كل شيء الا بي antibody، يعني كل شيء اكو antibody ضده؟ لا ماكو. اذا هنا هذا انتيبادي اندبندنت، يعني اذا يدخل لي باثوجين للجسم وانا ما عندي انتيبادي ضد هذا الباثوجين، معناها الاميون سيستم حتصفن؟ لا ما حتصفن، حتتنشط لكن بغير طريقه. هسه بالنسبه للكلاسيكال باثوي فهمت لي اياها انه شلون الانتيبوديز تجي تبدا، وشلون انه من يصير انتيبادي انتيجين كومبلكس تروح تنشط لي او تحفز لي الكلاسيكالي. اوكي، وانه هي من كانت سي 1 صار بيها ديسوسيشن لل 2 وال 4، وهذا لما من ارتبطوا مع بعضهم راحوا يشتغلون على السي 3. هنا راح اخذ مباشره من الاكتف فورم. هو من هو الاكتف فورم؟ السي 3. هسه لو نرجع هنا من بدا الشغل، هنا من بدا الشغل اللي هو سي 3 كونفرتيز منا، يعني صار ديسوسيشن لل1 اعطتني سي 2 وسي 4، وهاي انفصلت للاي وللبي، وهاي اي وبي، هذا البي مالت هاي ارتبط ويا الاي مالت هاي، يلا سوالي سي 3 كونفرتيز اللي هو هذا الاكتف فورم، وبدات العمليه، بدات البروسيس. هنا لا مباشرة راح يجيني C3 convertase، C3 convertase ويشتغل لي على C3 يحوله إلى C3B and C3A. أوكي، فخلي لي بالك هنا مباشرة حيبدي يشتغل الأكتف فورم اللي هو C3 convertase. زين، فهسا نعيد هذول، لأنه C1 و C4 و C2 are not involved in the alternative pathway. لأن هاي شلون إنه صارت فعل الأنتيبوديز، هنا مباشرة راح أروح على الأكتف فورم اللي هو فور سيرام بروتينز، أربع بروتينات من سيرام اللي هي C3 وفاكتور B فاكتور D and بروبردين are involved in this pathway. زين، هسا أنت خلي لي بالك بال C3، عوف هذول الفاكتورات اللي هو B و D والبروبردين، خلي لي بالك بال C3. هنا عند C3 هي اللي راح تتنشط. اوكي، ايش راح يصير بيها ديسوسيشن للبي وللاي؟ الاي نعرفها ايش راح يروح يسوي، نيجي لل C3B. هسه راح احتاج الفاكتورز. تمام، ليش راح احتاج الفاكتورز لل C3؟ ما تنشطت بواسطه الانتيبوديز، الاكتيفيشن مالته كان spontaneously يعني تلقائي. اوكي، تلقائي تحولت الى C3 and C3A and C3B. شوف بلازمن C3 with an unstable thioester bond can be hydrolyzed spontaneously into C3A and C3B. يعني انه فشي ما مستقر، هو يكون unstable فشي ما مستقر وإجا شيء ثاني أثر عليه، إيش راح يصير بيه؟ هو مو مستقر، مباشرة حتنزل دموعه. أوكي؟ لأن يعني شلون هو بس يريد حجة حتى تنزل دموعه، يعني أربطه بهذا الشيء، فهو ما مستقر، إجا هذا الأكتيفيشن أو يعني إنه هذا التأثير، إجا اتفد فد إشارة إنه يا بتقعد أكو ترى باثوجين. اوكي، وهو مو مستقر
مباشرة تلقائيا spontaneously حيصير له hydrolyzation فأسميه can be hydrolyzed spontaneously حينفصل أو يعني يصير بالdissociation للأي وللبي تلقائي أوكي زين إذا يسأل ليش تلقائي لأنه هو يكون unstable ما يحتاج إلى شيء بس يأخذ إشارة إنه أكو باثوجين هو unstable spontaneously hydrolyzation أوكي فهس الثاني C3B و C3A هو مو كان راح هذا نعرف شو يسوي يجينا C3B راح يدخل مو عندي هو unstable بالبداية خلي أمسح هاي السوالف لأنه حتتخربطون بيها وهو لا كاتبتها إيه بالبداية كان unstable إذا من يجي يدخل بالبروسس ما راح يقدر يشتغل بس واحدة تمام هناك أكو كانت فد مولكيولز تساعده يعني هذا سالب بالنسبة للكلاسيكال باثواي كانت أكو مولكيولز تساعده ويرتبط وياها حتى يسوي لي الكونفرتيز هنا هو بس واحدة هسه شنو عندي مجرد C3B فإلى شنو يحتاج؟ يحتاج إلى هاي الفاكتورز أوكي؟ يعني هنا ماكو أنتيبادي زين يعني ماكو شي يساعدني هذا السيثري دي سولف ماكو أنتيبادي ماكو شي يساعدني فالجسم شنو يوفر للميون سيستم؟ حيوفر له فاكتورز فشنو؟ يحاول أنه يهدئ لا عندي فاكتورز تساعد يجيني أول واحد اللي هو البي شلون تحفظ بالتسلسل انه يشتغل البي بالبداية بعدين دي بعدين البروبردين هم على تسلسل الحروف يا قبل يجيني بي لو دي بي بعد ورا دي بعدين البي اللي هو مالت البروبردين فهسه على التسلسل يجي الفاكتور بي هذا الفاكتور بي ايش راح يسوي عندي هم هذا الفاكتور بي راح سي بي 3 هسه اتاتش تو ذا سيرفيس اوف بكتيريا اي اوكي ها نعرفها انه يرتبط بالسيرفيس مالت البكتيريا لانه ما عندي انتيبادي هنا فهو سي 3 بنفسه يروح يرتبط ويا السيرفيس مالت البكتيريا يستز اور فايروسز يعني اي نوع من الباثوجين اور ايفن هوست اون سيل هوست اون سيل يعني شنو يقصد بيها يقصد بيها مثلا فد تيشو اور سيلز من البادي نفسه هو جسمي نفسه من يصير مثل ان يصير ديد تيشو يعني مو هاي يصير بينا كروسز وهاي فراح يصير ديد تيشو يتعرف الجسم عليه على انه هو باثوجين فهذا يقصده بايفن هوستز اون سيل او عندي مثلا التيومر فمو الا شيء من الخارج مثل عندي بكتيريا فيروس يستز همينا من الهوستز اون سيل المهم فهسه عندي فاكتور بي هذا الفاكتور بي اول بدايه ارتبط السي 3 بي ويا السيرفيس مالت البكتيريا اور اني باثوجين لما يرتبط ويا السيرفيس هسه هنا هذا مرتبط ويا السيرفيس ما راح يقدر يكمل شغل واحده اللي هو السي 3 بي راح يجي يساعده الفاكتور بي اوكي هذا الفاكتور بي هم أنا راح يعطيني أشياء اثنين اللي هي بي زين إحنا من دا نقسم هسا مثلا عندك هاي المولكيول C3 من دا تتقسم يصير بيها dissociation مو تعطيني بي سمول وأي سمول هذا هم نفس الشيء بي سمول يعطيني وأي سمول تمام نفس الشيء فهسا هذا الفاكتور بي واحد منهم اللي هو الفاكتور بي هو اللي راح يرتبط ويا هذا زين من انقسم الفاكتور بي الى بي سمول واي سمول بمساعدة منه بمساعدة الدي اوكي فاكتور دي هسه بالبداية ارتبط ويا هو كامل وحده شوف ارتبط ويا كامل وحده فاكتور بي ويا سي 3 بي زين إجاني الفاكتور دي الفاكتور دي حيخلي البي براحته مرتبط وياه هو كجزيئة كاملة لا ما يخلي يجي التلبي ليش ارتبطت قبلي فلازم يرتبط البي فشنو
بالنسبة هذا للدي يجي للبي. ثلاث ارتباطات قبلي ويا ال ويا سي ثري بي، فراح يجي يفصل. اوكي يفصل هذا الفاكتور بي الى بي بي سمول و بي اي هذول، فاللي حيبقى مرتبط وياه هو البي سمول، والاي راح يطلع لان احنا نعرف كل اي ما نريده راح يروح يسوي غير عملية يطلع. فهسه شنو صار عندي؟ هذا الكومبلكس سي ثري بي هذا من البداية، والبي هذا اجطاني بي سمول، وعرفت شلون اجى هذا. فهسه هذا يلا تكون عندي سي ثري كونفرتيز، تمام؟ هذا الكونفرتيز نفس العملية اللي قبله، يعني اللي صار بالنسبة إذا موجود انتبادي، بس الاختلاف هنا والباقي نفس الشيء. هذا الـ C3 Converters راح يروح يشتغل على C3. أوكي شنو تطيني C3؟ راح تطيني خلي أكتبه إنه C3 راح تنطيني C3B و C3A نفس الشيء. هذا C3B يروح يرتبط ويا هذا ويا الكونفرتيز اللي عندي، وC3A راح يروح يسوي لي inflammatory response. إذن هذا وارتبط ويا هذا شنو راح يصير؟ C3B B B وآخذ منه بساية 3B. هذا شنو أسمي؟ شنو يجيني ورا الثلاثة؟ والثلاثة لازم الفردي ويا الفردي، زوجي ويا زوجي. الثلاثة شنو راح تتحول إلى خمسة؟ فهذا C3 سوري C5 كونفرتيز. أوكي هسه هنا كون لي C5 كونفرتيز. شوف هسه بالبداية المولكيول C3B، هاي اجتني البي من الفاكتور بي، وهاي ال3B من C3 مولكيول. فهسه هذا الكونفرتيز نفس الشيء هم راح يستمر، راح يروح يشتغل لي على C5 مولكيول، راح تطيني C5B والC5A. هذا ال5A هم راح يروح يعتبر كم mediator of inflammation، يسوي لي inflammatory response. هذا راح يجي الخمسة بي يرجع يرتبط ويا هذولا كلهم C3B BB 3B ويرتبط وياهم الخمسة بي. هذا شنو يعتبر؟ يعتبر membrane attack complex MAC. MAC يعني ربط ليها بكلمة MAC، membrane attack complex. يعني شنو راح يسوي هو؟ فد كومبلكس يروح للممبراين، شو يسوي له؟ يسوي له اتاك. خذها من جوا كومبلكس يروح للممبراين يسوي له اتاك. اوكي وهذا نفس الكلام بالضبط، وانتهت المحاضرة اللي هنا. ثانك يو.